بسم الله الرحمن الرحيم. التوجيهات الدينية من العتبتين المقدستين حجة الله على الخلق. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: معاشر الناس، النور من الله عز وجل في مسلوك، ثم في علي، ثم في النسل منه إلى القائم المهدي الذي يأخذ بحق الله وبكل حق هو لنا. وقال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إماما أمتي بعد أبيهما، وسيدا شباب أهل الجنة، أمهما سيدة نساء العالمين، وأبوهما سيد الوصيين. ومن ولد الحسين تسعة أئمة، تاسعهم القائم من ولدي، طاعتهم طاعتي، ومعصيتهم معصيتي. إلى الله أشكو المنكرين لفضلهم، والمضيعين لحرمتهم بعدي. وكفى بالله وليا وناصرا لعترتي وأئمة أمتي، ومنتقما من الجاحدين حقهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وما هي إلا لحظات لحين الأذان، وهي من أوقات إجابة الدعاء. وقد روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رؤية الكعبة. فارفعوا الأيدي على الرؤوس ورددوا الدعاء معا: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات.